بسم الله الرحمن الرحيم. مسلسلات المدبلجة حساب شديد ينتظر مشاهديها يوم القيامة. خير بارك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يسمون الممثلين أبطالا فماذا بقي لعمر وماذا بقي لخالد بن الوليد رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. تدرون ماذا يصنع العبد إذا نادى الله على النار؟ أتدرون ماذا يقول؟ أتدرون بماذا ينادي؟ ينادي بالويل والثغور، ينادي على أرض عرصات القيامة: يا ليتني، يا ليتني لم أفعل الحرام، يا ليتني لم أزني، يا ليتني لم أجلس مجالس الغيبة والنميمة، يا ليتني لم أخلو بالمحرمات بالفضائيات، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أسمع الغناء من المغنين والمغنيات، يا ليتني لم أتلذذ بالحرام، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم أترك الصلاة، يا ليتني كنت نسيا منسيا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقف. يا من أذنبتم ويا من تلطختم بالذنوب والمعاصي متى تعترفون؟ متى تتوبون؟ متى ترجعون؟ وطيب فكر في المصير دائما قبل الممات. حتى متى هذا السؤال؟
جمعها إلى الشتى. وما يقاسيه الفتى عند حلول السكرات.